السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم المربع اسمه تروبيكال ديلايت، اللي هو الفرحة الاستوائية، للمصممة ميلي بلوزم. انا عاملة بألوان مختلفة، وطبعا كل واحد ليه حرية الاختيار في اختيار الألوان. بإذن الله هو يسير، يعني دي الوانه اللي انا عملتها. ان شاء الله هعمل معاكم الابيض. انا هبدأ الاول الغرزة اللي هي الوردات اللي في النص دي، هعملها ابيض. انا هكمل ابيض، اللي عايز يعمل اللي في النص الوردة لون ويكمل بالوان مختلفة، كل واحد حسب هو حابب. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل عقدة البداية.